إذن هذا السحور الذي يكون قبل الفجر المشار إليه في الآية رأس الإباحة، بل فيه أجر واستحباب. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، رأس هذا السحور البركة الذي يميزنا عن أهل الكتاب. عباد الله، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تدريب النفس على الامتناع عن الملذات ولو كانت مباحة في حالات مثل نهار رمضان ومثل الاعتكاف، ليكون ذلك تربية للنفس. وهذه عبادات عظيمة فيها من الحكم والفوائد أشياء كثيرة جدا، وينبغي علينا أن نتلمس هذه الحكم. عباد الله، يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان 30 يوما، ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم. وأما الاعتماد على الحسابات فقط بدون رؤية وإلغاء الرؤية فبدعة ومخالفة للنص النبوي. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبعض الذين لا يستسلمون للنصوص الشرعية يشاغبون ويلبسون على الناس ويقولون ذاك كان في وقت ما فيه تلسكوبات ولا آلات ولا تقدم علمي، ذاك كان في وقت النبوة، كان في وقت أول الإسلام، كان في وقت الذي فيه لم تتوصل البشرية إلى كذا وكذا. من أين قيدت هذا القيد؟ ومن أين أتيت به؟ ومن الذي قال لك بأن هذا الحكم خاص بذلك الوقت؟ يقيدون كما يشاءون. ألم يقل عدد من الفلكيين باستحالة رؤية الهلال في سنوات ماضية ثم رؤية؟ ألم يحدث ذلك أيها الإخوة؟ ألم نسمعه ونقرأه؟ ألم تصدر تصريحاتهم؟ لا يمكن ولا يمكن، ويستحيل ولا يمكن، ولا يرى ولا يمكن. ثم بعد ذلك رآه العدد من الثقات الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولذلك ستبقى الشريعة إلى قيام الساعة، تقدم العلم الدنيوي أو تأخر العلم الدنيوي، ارتفع الناس إلى المريخ أو رجعوا إلى الوراء، انتهت الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو بقيت، الشريعة تبقى، الأدلة تبقى، العمل بالأدلة يبقى لمن نصرهم الله وثبتهم على الحق. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس. يحصل البلوغ بواحد من 3: إنزال المني باحتلام أو غيره، ونبات شعر العانة الخشن حول القبل، وإتمام 15 سنة، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل 10. ويؤمر الصبي بالصيام 7 إذا أطاقه، وأجر الصيام للصبي ولوالديه أجر التربية والدلالة على الخير. وكان الصحابة يصومون صبيانهم الصغار ويلهونهم بالألعاب حتى يكون وقت الإفطار. وإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية الصوم، لأنهم صاروا من أهل الوجوب لكن لا يلزمهم القضاء، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في أول الوقت. ومن مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر، والواجب قضاء ما فات من الشهر الماضي قبل أن يدخل رمضان الجديد. وينبغي علينا أن نذكر أولادنا وأهلينا بالفرحة العظيمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا رمضان من فضل الله ورحمته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يعبدونك كما أمرت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بلغنا رمضان
وارزقنا فيه العفو والغفران والنجاة من النيران والفوز بالجنان يا رحيم يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم.